يتطلب تحقيق السلامة العامة في المنزل التزام المواطن والمقيم باشتراطات وتعليمات الدفاع المدني، وذلك للوقاية من وقوع أي حادث أو حريق، ومن أجل توفير السلامة لأفراد العائلة في كافة مرافق المنزل. في حماية الأرواح والممتلكات من شتى أنواع المخاطر من خلال مباشرة عمليات الإطفاء والإنقاذ على مدار الساعة، حيث تزداد حوادث الحرائق خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. طبيعة العمل في غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني يتم العمل فيها على مدار الساعة لتلبية جميع البلاغات. بالنسبة عن صيف 2019 كان عندنا 3337 بلاغ، تتنوع هذه البلاغات بين حرائق المكيفات وحرائق الكهرباء وحرائق السيارات أيضا، ونرجو من جميع المواطنين والمقيمين في مملكتنا الحبيبة بالتقيد باشتراطات السلامة، ونتمنى للجميع صيف آمن. وبالتوازي مع جهود غرفة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، فإن لشعبة التوعية دورا جليا يتمثل في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الحفاظ على سلامتهم داخل المنزل. نظرا لظروف الراهنة اللي تمر فيها البلاد، حملاتنا التوعوية تركزت على أمور التطهير وأمور السلامة العامة داخل المنزل من خلال المحاضرات المرئية، توزيع البروشورات والمطويات على مستوى جميع محافظات مملكة البحرين. طبعا أبرز النصائح اللي نحب نوجهها للأخوة المواطنين والمقيمين على ضرورة التقيد بشروطات السلامة خاصة داخل المنزل في فصل الصيف. من أبرز الأمور أن يكون هناك طفاية الحريق ومعدات الإسعافات الأولية بالأماكن المناسبة داخل المنزل، أيضا وجود كاشف الدخان والحرارة والغاز وبطانية الحريق داخل المطبخ تحديدا. أما التوصيلات الكهربائية يجب أن تكون بشكل سليم والصحيح، ما تكون عبر الأبواب والنوافذ، تكون تركيبها من قبل أشخاص مختصين وعمل الفحص الدوري لها. أما اسطوانات الغاز يجب أن تكون خارج المنزل بصندوق حديدي مهوى بشكل جيد بعيد عن حرارة الشمس ولعب وله الأطفال. وأخيرا دائما ننصح بالتهوية الجيدة داخل أرجاء المنزل. مسؤولية وأمانة يحملها رجال الدفاع المدني على عاتقهم، بدءا من استلام البلاغ حتى وصولهم إلى الموقع ومباشرتهم لعملهم الإنساني، وذلك سعيا منهم لتوفير الحماية والسلامة لأفراد المجتمع.